be a polyfunction. Hyperbolic functions اللي هي الدوال الزائدية. طبعا الدوال الزائدية تشبه في خواصها اللي هي الدوال المثلثية، علشان هيك بالرموز تبعتها شبيهة بالدوال المثلثية. أول حاجة عندي اللي هي ساين إكس تعرف كالتالي: إي أس إكس ناقص الإي أس ناقص الإكس على إيش؟ على 2. رسمتها شبيهة برسمة مين؟ الإكس تكعيب، شبيهة برسمة الإكس تكعيب. طبعا دومين إف كل آر ورينج إف كمان بيساوي آر. الدالة إف إز 1 تو 1، دالة أحادية، واضح إنها دالة إيه؟ أحادية. كمان الليمت للإف أوف إكس عندما الإكس إكس تسع للما لا نهاية، إيش تساوي؟ تساوي ما لا نهاية. طبعا عندما الإكس تسعى للناقص ما لا نهاية برضو إيش هتساوي؟ ناقص ما لا نهاية. الثانية اللي هي إف أوف إكس تساوي جوش إكس، جوش إكس اللي هي بدها تساوي إيش؟ اي اس اكس زائد الاي اس ناقص اكس على 2. طبعا رسمتها شبيهه بالاكس تربيع زائد 1، شبيهه بالاكس تربيع زائد 1. يعني انا ما عنديش، انا في عندي 1. طبعا الدومين تبعها، الدومين تبع الجوش اكس ايش بده يساوي؟ واضح انه كل ار، لكن الرينج تبعها رينج الجوش اكس بده يساوي من 1 إلى ما لا نهاية. هل هي 1 to 1؟ is not gauche x is not 1 to 1، لأن لو أخذت أنا أي خط أفقي هنا حيقطعوا في أكثر من نقطة، بالتالي ليست 1 to 1. الدومين limit لل f of x عندما x تسعى للما لا نهاية تعطيني برضو ما لا نهاية، وlimit لل f of x عندما x تسعى للسالب ما لا نهاية هتديني برضو ما لا نهاية. لما x تسعى للسالب ما لا نهاية هتروح ال f of x لوين؟ للما لا نهاية. طيب ثلاثة tan x، tan x اللي بتساوي sin x على cos x اللي هي بدها تساوي اي اس اكس ناقص الاي اس ناقص الاكس على اي اس اكس زائد الاي اس اللي هي ناقص الاكس. رسمتها كالتالي: هنا 1 وهنا ناقص 1. رسمتها كالتالي. طبعا الدومين تبعها واضح انه ار، الدومين لتانج اكس يساوي ار، والرينج لتانج اكس بيساوي الفترة المفتوحة ناقص 1 و 1، بين ناقص 1 و 1. هل هي 1 تو 1؟ واضح انها ايش؟ 1 تو 1. تانج اكس از، او اف اوف اكس يساوي تان اكس، تانج اكس از 1 تو 1، از 1 تو 1. كمان الليمت لل f of x عندما ال x تسعى إلى الما لا نهاية بده يساوي الواحد، والليمت لل f of x عندما ال x تسعى إلى السالب ما لا نهاية إيش بده يساوي؟ سالب 1. أربعة اللي هي cos x اللي هي بتساوي جوش اكس على ساينج اكس اللي هي بتساوي اي اس اكس زائد الاي اس ناقص الاكس على الاي اس اكس ناقص الاي اس ناقص الاكس. طبعا حط على نفس الرسمة تبعت اللي هي التان، تانش تيجي بالطريقة هذه. تيجي بالطريقة هذه اللي هي ايش؟ كوث
اكس. طيب ايش الدومين تبعها؟ الدومين تبعها دومين تبع الكوز اكس ايش بيساوي؟ ار ما عدا مين؟ السالب واحد وواحد، يعني كل ار ما عدا المنطقة اللي بين السالب واحد والواحد. لا هذا الرينج، الرينج اللي هو الرينج، هذا الرينج كوث اكس هو الار ما عدا الناقص واحد وواحد، لكن الدومين تبعها، الدومين تبع الكوث اكس بده يساوي اللي هو ايش؟ ار ما عدا الصفر. الدومين تبعها ار ما عدا الصفر، ها هي الصفر، ار ما عدا الصفر اللي هو الدومين تبع اللي هو ايه؟ الكوث اكس. طيب هل هي داله 1 تو 1؟ هي دالة 1 تو 1، والتان ايش قلنا عنها 1 تو 1 ولا لا؟ التان ايش قلنا عنها 1 تو 1 مش مكتوب، هي التان ايش 1 تو 1، والكوث كمان ايش؟ ايضا 1 تو 1. لان ليمت للاف اوف اكس عندما الاكس، ليمت للاف اوف اكس عندما الاكس تسعى للما لا نهايه، اكس تسعى للما لا نهايه ايش بدها تساوي؟ بدها تساوي 1، وليمت للاف اوف اكس عندما الاكس تسعى للسالب ما لا نهاية برضه هتساوي ايه؟ سالب واحد. اكس تسعى للسالب ما لا نهاية هتساوي اللي هو ايه؟ السالب واحد، وهي ايضا 1 تو 1. الان في عندي السكش اكس واي تساوي السكش اكس اللي هي مقلوب مين؟ مقلوب الجوش، اللي هي بتساوي 3 على اي اس اكس زائد الاي اس ناقص الاكس اللي هي رسمتها كالتالي. أنا في عندي واحد طبعا الدومين تبعها، دومين لسكش اكس أنا هذا واحد بيساوي اللي هو ايه؟ كل الريال نمبرز الرينج تبع الكوس اكس بيساوي اللي هو صفر وواحد مغلق من عند الواحد. هل هي 1 تو 1؟ طبعا مش 1 تو 1. 6y تساوي 6x is not 1 تو 1. الليمت طبعا ليمت ال f of x عندما ال x تسعى للما لا نهاية تساوي صفر، وليمت ايضا لل f of x عندما ال x تسعى للسالب ما لا نهاية ايش بده يساوي؟ ايضا بده يساوي الصفر. اللي بعدها اللي هي ال cosx اللي هي اخر واحدة رقم 6، هذه 5 هذه 6. y تساوي cos x اللي هي بتساوي 2 على e اس x ناقص e اس ماينس x. طبعا هذه شبيهة بمين؟ بالواحد على x، دومينها ورينجها زي بعض. دومين cos x يساوي r ما عدا الصفر، وكمان رينجها بيساوي r ما عدا الصفر. طبعا y تساوي is 1 to 1، وليمت ل cos x عندما ال x تسعى للما لا نهاية بتساوي صفر، وليمت ل cos x عندما ال x تسعى إلى الما لا نهاية السالب ما لا نهاية بيساوي صفر، وليمت للكوسكش اكس كمان عندما الاكس تسعى للصفر من ناحية اليمين بتساوي ما لا نهاية، وليمت للكوسكش اكس عندما الاكس تسعى للصفر من ناحية اليسار ايش بدها تساوي؟ سالب ما لا نهاية. طيب في عندنا الان بعض المتطابقات، بعض ايش؟ المتطابقات some identities، some identities. واحد اللي هي جوش تربيع اكس ناقص ساين تربيع اكس بيساوي واحد. طبعا في الدول المثلثية كانت ايش هنا؟ هنا زائد اثنين واحد ناقص تانش تربيع اكس ايش بيساوي؟ بيساوي سكس تربيع اكس. ثلاثة كوث تربيع اكس ناقص الواحد بيساوي كوسكش
تربيع الاكس. 4 ساين 2x ساين 2x بيساوي 2 ساين x جوش x. 5 جوش 2x اخلي 5 بصفحة جديدة لانه في لها 3 مش واحدة. 5 جوش 2x ايش تساوي؟ تساوي اللي هو جوش تربيع x زائد ساين تربيع x، وكمان هتساوي 2 ساين تربيع x زائد الواحد، كمان ايش هتساوي؟ 2 جوش تربيع x ناقص الواحد. منها كمان خلينا نعتبرها 6 جوش تربيع x تساوي جوش 2x زائد ايش؟ 1 على 2، كمان ساين تربيع x بدها تساوي جوش 2x ناقص 1 على 2. في عندي كمان 3 على السريع نعتبرهم 7 اللي هي ساين x زائد جوش x بتساوي الاي اس اكس، وبعدين نفسه ساين الاكس ناقص جوش الاكس بتساوي ناقص الاي اس ناقص الاكس. ولو قلنا الجوش قبل ناقص ساين الاكس ايش هتعطيني؟ اي اس ماينس الاكس. طيب نيجي نعمل نبرهن بروف البرهن الاولى. طبعا تطبيق مباشر على اللي هو التعريف. وين الواحدة راحت؟ some identities. الآن جوش x جوش تربيع x بروف هذه الأولى ناقص ساين تربيع x يساوي اي اس اكس زائد الاي اس ناقص الاكس على 2 تربيع ناقص الاي اس اكس ناقص الاي اس ناقص اكس على 2 تربيع. ايش هتساوي هذه؟ هتساوي اي اس 2 اكس طبعا زائد 2 الاول في الثاني زائد 2 الاول في الثاني اي اس اكس في اي اس ناقص اكس زائد اي اس ناقص 2 اكس على كله ايش؟ على 4 لانه 2 تربيع بتساوي 4. نفس الكلام اللي هنا هو اللي هنا بس بايش؟ باشاره مغايره ناقص هنا في 4 هنا اي اس 2 اكس هنا ناقص طبعا هذه اي اس اكس في اس ناقص اكس هي 1 فبصير ناقص 2 على طول نكتبها بدل ما نكتبها زائد الاي اس ناقص 2 اكس. طبعا الان هذه هتروح مع هذه وحيظل عندي فقط اللي هو ايش؟ 4 2 زائد 2 4 على 4 اللي هي ايه؟ بيساوي ايه؟ 1. طبعا هذه بتساوي 2 وهذه بتساوي ناقص فناقص موجب 2 هي ال 4 اي اس ناقص 2 اكس ناقص الاي اس 2 اكس بتروح الاي اس ناقص 2 اكس ناقص الاي اس ناقص 2 اكس كمان بتروح بضل عندي 4 على 4 اللي هو بيساوي 1 يقبل قانون سو جوش تربيع x ناقص ساين تربيع x يساوي ايش؟ الواحد والهذا ايش؟ الاو. طبعا لو قسمت انا على اول حاجه على الساين فبتطلع عندي ايش؟ اللي هي الثانيه، ورسمت لو قسمت على الجوش بتطلع عندي ايش؟ الثالثه. خلينا نروح لمين؟ لساين 2x اللي هي رقم 4 رقم 4 ساين 2x ايش بدها تساوي هذه؟ بدها تساوي اي بدها تستبدل كل x ب 2x يبقى اي اس 2x ناقص الاي اس سالب 2x على مين؟ على 2 اللي هي ايش هتساوي هذه؟ هتساوي اي اس x تربيع ناقص الاي اس سالب x تربيع على 2.
اللي هي الفرق بين مربعين، اللي هي ايش هتساوي الان؟ اي اس اكس ناقص الاي اس ناقص الاكس على 2 مضروبه في مين؟ في اي اس اكس زائد الاي اس ناقص الاكس، طبعا كلها على ايه؟ على 2. اللي ايش هتساوي الان؟ اي اس اكس ناقص الاي اس ناقص الاكس على 2 في اي اس اكس زائد الاي اس ناقص الاكس. طبعا انا بدي اياها ايه؟ على 2، فلازم احط هنا ايه؟ كمان 2، فبتساوي طبعا 2 على 2 1، فحتساوي هنا 2 برا، طلعنا هذه برا. ايش هذه؟ عباره عن ساين اكس، وايش هذه؟ عباره عن جوش الاكس. يجي معناته الكلام سو ساين 2 اكس تساوي 2 ساين اكس جوش الاكس. طيب نشوف اللي هي الجوش تربيع اكس، اللي هي رقم 5، رقم 5 اللي هي جوش 5، جوش 2x. جوش 2x ايش بدها تساوي الان؟ بدها تساوي اللي هي اي اس اكس او اي اس 2x ناقص او زائد الاي اس ناقص 2x على ايش؟ على 2. طب هذه مجموعة مربعين، يعني ما فيش امكانية اعمل لها ايش؟ اي حاجة من زي ما عملنا هنا. بالتالي انا بدي اعمل شيء اللي هو اضيف شيء واطرح شيء. ايش الشيء اللي بدي اضيفه هنا؟ اللي هو بدي اضيف انا هذه اي اس 2 اكس زائد 2، طبعا 2 اللي هي عباره عن اي اس اكس في اس ناقص اكس، طبعا هذه 1 دي زائد اي اس ناقص 2 اكس، طبعا انا ضفت 2 يبقى لازم اطرح ايش؟ 2 على مين؟ على الاثنين. طبعا ايش هتساوي هذه؟ هتساوي اي اس اكس زائد الاي اس ناقص اكس، هذه الكل تربيع، هذه لها هنا ناقص 2 على مين؟ على 2. اللي ايش هتساوي الان؟ الان انا عندي في تربيع، يعني بدي يكون اي اس اكس اي اس ناقص اكس على 4 على اساس انها تكون ايش؟ تساوي طبعا اي اس اكس زائد الاي اس ناقص الاكس على 2، هيك بدي اعملها لكل تربيع، فصار المقام 4، يبقى لازم احط هنا ايش؟ 2 على اساس انه ايش؟ 2 تروح مع 2 ترجع لل 2 الاصليه اللي هنا. في عندي هنا ناقص 2 على اللي هي ايش؟ 2. طبعا ايش هذه ساوت الان؟ 2 جوش تربيع اكس ناقص 1. 2 جوش تربيع اكس ناقص 1 اللي هي واحده من اللي هي الثانيه تقريبا. 2 جوش تربيع اكس اللي هي ناقص 1. طبعا استطيع ان اجيب هذه وهذه من وين؟ منها، وجبناها احنا على اللوح، بينا كيف نجيبهم على في الصب في على اللوح. طيب طبعا الاخرانيات ساين اكس زائد جوش اكس بيساوي اي اس اكس، هذا جمع مباشر بدون اي اشكاليه. الان شوف الاشتقاق الان. ديريفاتيف اوف هايبربوليك هايبربوليك فانكشنز، دي باي دي اكس لا ساين اكس يساوي عبارة عن دي باي دي اكس لمين؟ للاي اس اكس ناقص الاي اس ناقص الاكس على 2، اللي هي بتساوي اي اس اكس، طبعا مشتقة الاي اس ناقص اكس هي ناقص الاي اس ناقص اكس، وبالتالي الناقص ايش بصير؟ زائد على ايه؟ على 2، اللي هي ايش هتساوي هنا؟ جوش الاكس. طبعا بدي انا عشان ما اكتبش مرتين، بدي الان اقول اف يو از ا ديفرنشبل فانكشن، if u is a differentiable function of x. واحد du by dx لساين u بيساوي جوش u في du by dx. اثنين d by dx لا جوش اليو بيساوي ساين يو في دي يو باي دي اكس. خلوا بالكم هنا فيش، هناك في التريجونومتريك فانكشن كان في سالب، هنا ما في سالب. ثلاثة دي باي دي اكس لا تانش اليو ايش بده يساوي؟ بده يساوي سكش تربيع يو في دي يو
باي دي اكس 4 دي باي دي اكس لكوث اكس تساوي ناقص كوس اكس تربيع يو في دي يو باي دي اكس 5 دي باي دي اكس لسكش الاكس بيساوي ناقص يو ناقص سكش يو تانشل يو في دي يو على دي اكس طبعا في ناقص 6 دي باي دي اكس لا كوسكش اليو بيساوي ناقص كوسكش اليو في كوث يو في دي يو باي دي اكس. ملاحظين انه الثلاث اغنيات احنا فيش فيهم سالب والثلاث اغنيات فيهم سالب عشان ما ننساهم. مش الان نشوف الانتجريشن. طبعا من خلال الاشتقاق بنقدر نستنتج الانتجريشن. اول حاجة تكامل القوش اكس دي اكس بتساوي اللي هي ساين الاكس زائد كونستانت. الثانية تكامل الساين الاكس دي اكس بدها تساوي قوش اكس زائد كونستانت. ثلاثة تكامل كوسكش تربيع اكس بيساوي ناقص دي اكس طبعا بيساوي ناقص كوث اكس زائد كونستانت. اربعة تكامل السكش تربيع اكس دي اكس ايش بيساوي ناقص تانش اكس زائد كونستانت. تكامل السكش اكس تانشل اكس دي اكس اللي هو بيساوي ايش بيساوي ناقص سكش اكس زائد كونستانت. تكامل الكوسكش اكس كوت اكس دي اكس بيساوي ناقص كوسكش اكس زائد ايش زائد كونستانت. الان بدنا ناخد سام اكزامبلز. بدنا ناخد ايش some examples. عندي الآن example let gauche x تساوي 5 على 4 والx أكبر من الصفر. واحد find tangent x وsection x. اثنين find x solution. أنا عندي تانش تربيع x إيش بيساوي؟ بيساوي واحد ناقص سكش تربيع x اللي هو إيش بيساوي الآن؟ واحد ناقص 16 على اللي هو إيه 25. طبعا هذه القوش طبعا سكش تربيع فصارت 4 على 5 تربيع يعني 16 على 25. طبعا ايش هتساوي الان؟ هتساوي اللي هي 9 على 25 يؤدي ذلك انه تانش الاكس تساوي موجب او سالب اللي هي 3 على 5 يؤدي ذلك انه تانش الاكس تساوي 3 على 5 لانه احنا قلنا الاكس اكبر من صفر وقلنا كمان انها 1 to 1 وبالتالي لا يمكن الا ان تكون الاكس مالها موجبة. طيب مدام جبنا التانش اكس اللي هي قديش 3 على 4 السكش اكس طبعا هي يعني القوش اكس مقلوبة اللي هو السكش اكس سكش اكس يساوي اللي هو 4 على 5 ما بدون اي مشاكل يعني. طيب الان بدنا نشوف اللي هو الثاني فايند اكس. فايند اكس 2 انا عندي اي اس ناقص الاكس طبعا هي ايه قوش اكس يساوي اي اس ناقص اكس زائد اي اس اكس زائد الاي اس ناقص اكس على 2 تساوي قديش 5 على 4 يؤدي ذلك انه اي اس اكس طبعا فيها انها بتروح هذه مع هذه يؤدي ذلك ان الاي اس اكس زائد الاي اس ناقص الاكس تساوي 5 على 2
يؤدي ذلك انه 2 اي اس اكس زائد 2 اي اس ماينس اكس تساوي 5. بضرب في ايش؟ بالضرب في اللي هي اي اس اكس، يؤدي ذلك انه 2 اي اس 2 اكس زائد 2، طبعا هذه بتطير، هذه الاي اس اكس مضروبه فيها بتروح، تساوي 5 اي اس اكس، بنجيب هذه جوا، يؤدي ذلك انه 2 اي اس 2 اكس ناقص 5 اي اس اكس زائد 2 تساوي ايش؟ صفر. بالتالي صار عندي ايش؟ اللي هي بتتحلل، فبتطلع عندي زي كانها معادلة تربيعية، هي معادلة تربيعية بالفعل، 2 اي اس اكس الكل تربيع ناقص 5 اي اس اكس زائد 2 بتساوي صفر. لما بحللها بتطلع عندي 2 اي اس اكس ناقص الواحد في اي اس اكس ناقص 2 تساوي اللي هو ايه؟ صفر. يؤدي ذلك انه اي اس اكس تساوي نص، اور اي اس اكس تساوي ايش؟ 2. طيب لما الاي اس اكس بتساوي نص معناته ايش؟ الاكس بتساوي لن النص، اي اس اكس يساوي نص، يؤدي ذلك انه لن او الاكس لما اخذ لن للطرفين اكس تساوي لن النص، هذه اقل من صفر يبقى مرفوض او ريجكتد. يقبل اي اس اكس تساوي 2، يؤدي ذلك انه طبعا لن الطرفين اكس تساوي لن الاثنين، معناته الكلام هو هذا ايش الحل ايش اللي بدنا اياه. شوف مثال آخر. simplify the result أو 2 simplify هي جوش لن الإكس، جوش لن الإكس solution، جوش لن الإكس إيش بدها تساوي؟ بدها تساوي إي أس لن الإكس زائد الاي اس ناقص لن الاكس على 2. طبعا اي اس لن الاكس عباره عن ايش؟ عن اكس، لكن ما ينفعش اقول ان الاي اس ناقص لن الاكس هي ايش؟ هي ناقص اكس زائد اي اس لن الاكس قوه سالب 1 على ايش؟ على 2. الان ايش بقول؟ اللي هي هتساوي اكس زائد هذا اكس سالب 1 عباره عن ايش؟ عن 1 على اكس على 2. يبقى هي عملنا ايش؟ سمبليفاينج اللي هي ايه؟ درجة. طيب التالتة او رقم 3 برضو simplify ln جوش x زائد sin x زائد ln الجوش x ناقص sin x solution. طبعا ما دام في لن زائد لن يبقى حيتصير هذا اللي هو ضرب هذا، يقبل لن الجوش اكس اكس زائد ساين الاكس زائد لن الجوش اكس ناقص ساين الاكس يساوي لن الجوش اكس ناقص زائد ساين الاكس مضروب في مين؟ في جوش اكس ناقص اللي هو ساينش الاكس. طبعا انا ليش هسوي لين الجوش تربيع اكس ناقص ساينش تربيع اكس اللي هو ايش بيساوي؟ لين الواحد ايش هيساوي؟ هيساوي اللي هو ايه؟ الصفر. طيب نشوف مثال آخر. نشوف مثال آخر اللي هو يقول find y dash. find y dash y تساوي 6 sin x على 3. هذه الأولى طبعا d by dx أو dy by dx إيش تساوي؟ 6 زي ما هي، الساينش بيصير جوش الx على 3 في مشتقة مين؟ في مشتقة الx على 3 اللي هي عبارة عن تلت، 6 على 3 اللي هي تساوي 2 جوش x على 3. هاي الأولى.
التانية واي تساوي اكس تربيع تانش الواحد على الاكس. السوليوشن تبعها السوليوشن خلينا نقول الواي داش تساوي الاول في مشتقة الثاني. ايش مشتقة التانش؟ اللي هي عبارة عن سكس تربيع واحد على اكس في مشتقة مين؟ في مشتقة الواحد على الاكس اللي هو ناقص واحد على الاكس تربيع، هي الاول في مشتقة الثاني، زائد زائد الثاني اللي هو تانش واحد على اكس، ومشتقة الاولاني هي اللي هي اتنين اكس. طبعا هذه بتروح مع هذه، فبنصير عندي اتنين اكس تانش واحد على الاكس ناقص اللي هي ايه؟ سكس تربيع اللي هو واحد على الاكس. طبعا هذه راحت مع هذه عشان الاشارة السالبة حطيناها بايش؟ في الشكل الثاني. نشوف سؤال اخر. y تساوي لين جوش x تربيع. solution y داش تساوي واحد على اللي هي الجوش x تربيع. في مشتقة الجوش، أول حاجة مشتقة الجوش اللي هي مين؟ اللي هي sinh ال x تربيع. الآن في مشتقة مين؟ في مشتقة الإكس تربيع اللي هي قديش؟ اللي هي 2 إكس. فصادي تساوي الآن عندي الآن اللي بتساوي 2 إكس سينش الإكس تربيع على جوش الإكس تربيع، ولا بتساوي 2 إكس تانش الإكس تربيع. 2 إكس تانش الإكس تربيع. نظام بالآخر على الانتجريشن evaluate تكامل تانش الاكس solution تكامل تانش الاكس بيساوي تكامل سينش الاكس دي اكس. طبعا سينش الاكس على جوش الاكس دي اكس. طبعا لو اخذت انا اليو جوش ف دي يو حتصير سينش اكس دي اكس، يبقى هذا حتساوي لين على طول الجوش اكس زائد كونستانت. طبعا اللي حتساوي لين جوش اكس زائد كونستانت. طبعا ليش انا شلت القيمة المطلقة هنا؟ لان الجوش دائما اكبر او يساوي الواحد، وبالتالي فهي اكبر من صفر تلقائيا، وبالتالي لا لزوم لمين؟ لوجود القيمة ايش؟ المطلقة. طيب الآن نفس الكلام يقال لمين؟ للكوس تكامل اثنين. طبعا هذه كوس اكس دي اكس مع بعض ماشي الحال، يقبل بتساوي برضو نفس الكلام سوليوشن تكامل كوس اكس دي اكس يساوي تكامل اللي هو كوساين الاكس جوش اكس على ساينش الاكس دي اكس. طبعا لو اخذت انا اليو بساينش فالدي يو هتصير جوش اكس دي اكس، يبقى هتساوي لين القيمة المطلقة للساينش الاكس زائد ايش؟ كونستانت. طبعا الساينش بتاخد قيم سالبة وموجبة، وبالتالي ما بشيلش ايش؟ اللين من عليها. طيب تلاتة تكامل السكش اكس دي اكس. سكش طبعا هي واحد على ايش؟ واحد على جوش. سوليوشن تكامل سكش اكس دي اكس يساوي تكامل واحد على جوش اكس دي اكس. طبعا ايش بدي اعمل الان؟ بدي اضرب انا في جوش اكس على جوش اكس عشان احولها لايش؟ دي اكس. اللي هي ايش حتساوي؟ تتحول لجوش اكس على جوش تربيع اكس. طبعا الجوش تربيع اكس ايش بدها تساوي؟ واحد دي اكس تساوي تكامل جوش اكس على واحد زائد ساينش تربيع اكس دي اكس. لو اخذت انا يو تساوي ساينش الاكس دي يو ايش هتساوي؟ دي يو هتساوي اللي هي جوش اكس دي اكس. سو تكامل هذا المقدار جوش اكس على واحد زائد ساينش تربيع اكس دي اكس بيساوي تكامل ايش؟ واحد على واحد زائد اليو تربيع ديو.
طبعا احنا عارفين هذه ليش بتساوي، بتساوي tan inverse u زائد constant وتساوي tan inverse ايش اليو؟ اليو اللي هي sin x لا sin x زائد ايش؟ زائد constant. شوف مثال اخر، تكامل، تكامل السكش تكيب x tan x dx. طبعا في عندي سك تكعيب وفي عندي ايش تانش. لو عملت هذا سوليوشن تكامل السك تربيع اكس في سكش تربيع اكس في سكش الاكس تانش الاكس دي اكس، لو اخذت انا اليو بتساوي اللي هو السك تكعيب سكش تكعيب اكس سكش اكس، فالدي يو هتساوي ناقص سكش اكس تانش اكس، فبتزبط معي بكل سهوله. لو اخذت انا يو تساوي سكش اكس يعد ذلك ان الدي يو بتساوي ناقص سكش الاكس تانش الاكس دي اكس. طبعا حتصير عندي المقدار هذا سو تكامل، تكامل سو تكامل السكش تكعيب اكس سكش تانش الاكس دي اكس ايش بده يساوي؟ او في طبعا في عندي ناقص هي ناقص تكامل اليو تربيع دي يو اللي هو بيساوي ايش؟ ناقص يو تكعيب على 3 زائد كونستانت. طبعا اليو بنرجعها لاصلها اللي هي ايش؟ هتساوي اللي هي تساوي السالب اللي هي سكش اكس او سكش تكعيب اكس على 3 زائد ايه؟ زائد كونستانت زائد ايش؟ اللي هي كونستانت. طيب نشوف مثال آخر، تكامل الساينش تربيع اكس سوليوشن. طبعا بنستخدم ايش؟ المتطابقات نفس اللي ما كنا نستخدمه في ايش لما نقول ساين تربيع اكس اللي في الدوال المثلثية. طبعا ايش هتساوي هذه؟ تساوي تكامل للجوش 2x ناقص 1 على مين؟ على 2 dx. طبعا ايش هتساوي الان؟ القوش ايش هتساوي؟ عندي sin 2x على 4 ناقص اللي هي ايه؟ نص x زائد constant. طبعا هنا في تكامل القوش هو sin 2x على 2 وفي قبل 2 فهي هي صارت على 4. طبعا نص x نص لما بكملها بصير نص x زائد كونستانت. مثال الاخير قبل لا نروح على الانفرس هايبربوليك فانكشن، تكامل ال e اس x زامبل، تكامل ال e اس x ساين شل x دي x سوليوشن. طبعا لأول وهلة لو هذا بالدوال في الدوال المدلتية فيش إمكانية حل إلا بالتجزيء، فلكن بما أنه الساين هي أصلها إي أس إكس ناقص إي أس ناقص إكس على 2 فهذا المثال يعتبر سهل جدا. في إي أس إكس ناقص إي أس ناقص إكس على 2 تساوي دي إكس، طبعا تساوي تكامل إي أس 2 إكس ناقص 1 على 2 دي إكس اللي هي هتساوي إيوس 2 x على 4 ناقص نص x زائد constant. الآن هنروح لوين؟ للإنفرس هايبربوليك فانكشن.